بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، حياكم الله في برنامجكم عوافي، وعوافي على قلوبكم دائما وأبدا. من هذا الموقع الجميل الرائع مثل ما أنتم شايفينه المميز من مسقط جراند مول، نقدم لكم أجمل التحايا. واليوم حلقتنا جبنا لكم ضيف، والضيف هذا طبعا أكيد شفتوه في أحد البرامج، برنامج طبخ، صح؟ شفتوه صح؟ في أحد القنوات الخليجية المشهورة. طبعا أخونا عبد الله الهاشمي منورنا اليوم، وهو عبد الله طبعا عنده شغف الطبخ وهاوي وأنامل، أنامل الجميلة هذه ما شاء الله مثل ما يقولون تتلفف حرير، وهو شاب وإن شاء الله يعني من السواعد على الطريق، راح نشوفونه إن شاء الله في برامج طبخ قادمة إن شاء الله. حياك الله عبد الله. الله يحييك شيف، نورتنا. منور بوجودك. الله يسلمك، مقدمه عريقه بصراحه. تستاهلها يا الغالي حبيبي، تستاهلها. بارك الله فيك. الله عبد الله، نرحب بالمشاهدين. نرحب بالمشاهدين، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير شيف، وانت بصحه وسلامه يا الغالي. مشاهدينا، انا قبل ما نبدا او قبل عبد الله ما يبدا يعمل لنا، عبد الله اليوم جاي عشان يعمل لكم سلطه مميزه، فبليز ما حد يروح مكان، صوروا المقادير، سجلوا او صوروا او كتبوا المقادير. بس ايش؟ بس بعد الفاصل الصغير هذا عشان نرجع ونعمل العصير. يلا يلا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا هنا منورنا اخونا عبد الله. منور بوجودك المكان. ماستر شيف او مستر شيف، ماستر شيف. تستاهل يا الغالي، تستاهل. انت ماستر. على راسي. ليش هم الماستر احسن مننا يعني؟ لا، بنصير احسن منهم ان شاء الله. اعطيني خمسه. اعطيك واحده. انزين مشاهدينا، خلونا الحين نعمل العصير. وعصيرنا لليوم اخوي عبد الله، حبيت صراحه ان نعمل عصير الكيوي مع ايش؟ مع العنب الاحمر. ايش رايك؟ والله دائما مبدع انت شيف. والله هذا قليلا من ما عندكم. بس قبل لا تعلم مشاهدين، علمنا انا اول شيء. يلا معلش شوي، وقبل يعني خمس دقائق بس، وبعدين قبل لا اي احد يذوق انا اذوق اول شيء. انت يا طويل العمر البوفيه كله حالك الغالي. تشوف الالوان اول شيء. اي نعم، قبل لا نمكس شوف الالوان. ايوه يلا خلينا نمكسهم. يلا بسم الله. شوفوا الحين بنضيف العنب على الكيوي. شايفين كيف المزج؟ لون جميل صراحة، لون جميل. وهذا لون عصيرنا جميل لليوم، عبارة عن كيوي مع العنب الأحمر. اللون جميل كيف؟ صراحة حلو، سهل وبسيط. مشوق للتجربة. اي والله، بس بارد شيء الواحد يعني مع هذا فهذاك. فأخونا عبد الله اليوم نجهز لكم مفاجأة، فسجلوها المفاجأة هذه، خاصة الأخواننا اللي يعملون رجيم، صح أخوي عبد الله؟ في الطبق اليوم صحة 100%، 100%. وفي بروتينات ونشفي ونشويات وكل اللي يريدوا شباب، اللي يريدوا موجود. فلا تروحون مكان. وين رايحين؟ شيلوا الريموت من يديكم، يلا تابعوا عبد الله. يلا عبد الله حياك. يلا اليوم عندنا سلطة الكنوة. أيوة. مكوناتها راح تكون الشمندر. نعم. راح يكون معانا المانجو، الرمان، وراح نحط عليها شويه فريش جري فروت. ايوه. وبرتقال. حلو، الوان جميله. وراح نقدمها مع صلصه الليمون وزيت الزيتون. ممتاز، كل شيء فريش. حلو، كل شيء فريش. حلو. وكل شيء راح نطبقه الحين، لان انت فريش يا عبد الله، فلازم تعمل كل شيء فريش. يا اخي انت اللي فريش حبيبي. انزين. يلا خلونا نستعرض المقادير على الشاشه ونبدا نشتغل. رجعنا لكم من جديد بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة. الحين أخوي عبد الله، أنا إيش راح أسوي؟ أنا عندي الرمان هني الطازج هذا. طيب أنا راح أشتغل عليه على أساس أعطيك المقادير اللي هي أوكي. الرمان، وأنت طبعاً. وأنا راح أبدأ أشتغل في السلطة. أبدأ أشتغل في السلطة. يلا أوكي. بسم الله. عندنا هنا شرائح الشمندر. شمندر. راح نقطعهم لقطع صغيرة. حلو. أوكي.
ومن هناك انت شايف تحضرنا الرمان. ايوه زين عبد الله. طبعا احنا شفناك في احد مواسم لتوب شيف ما شاء الله عليك، ثاني موسم. أيوة. كان ثاني موسم. أيوة. اي نعم، نشرح للمشاهدين، اعطينا فكره كيف كانت مشاركتك. والله شيف تجربه التوب شيف ما كانت صعبة كثر ما استفدنا منها، يعني بمعنى حلو حلو. استفدنا من التجربة، تعرفنا على شباب، تعلمنا أشياء من خلال نحن وفي المسابقة كنا نجهلها يعني. نعم، أنا بس بقول لك شغلة، في مثل أمريكي بيقول لك بدينا في الأمثال إيه لازم I lose but I didn't lose the lesson، بمعنى إن أنا خسرت بس ما خسرت الموعظة أو الدرس. نعم تمام. فخبر مشاهدين الحين حطينا الشمندر، نحط المانجو. أيوة. من بعدها نضيف الكينوا. حلو، أول شيء عملنا الشمندر، قطعناه مكعبات. وبعدين ضفنا مكعبات الهمبا. المانجو والشمندر أو أي شيء راح ينحط مع الكينوا لازم يكون مقطع بطريقة يعني بطريقة سلسة عشان ما يغطي على الكينوا. أي نعم. صح ولا لا؟ حلو. فعشان ما يغطي على الكينوا. ممتاز. راح نقطعه بطريقة يعني صغيرة وكذا تعطي شكل جميل يعني. ممتاز. أوكي، حطينا الكينوا. الحين شوف كيف اللون، شوف صار حلو حلو اللون، صار اللون صار يعني احلى مني ومنك. احلى مني ومنك. اعطيني اللي يقولها. طيب اللي هي عشان نحضر في الدريسنج ان شاء الله. حاضرين، تفضل. شكرا شيف. كيف نضيف الحين الرمان ولا بعدين؟ لا نضيف الرمان شويه الحين. ايه تفضل. وراح نحط كميه قليله شويه للزينه. الرمان بعد يعطي شويه حموضه كذا يعني، يعطيها لمسه حلوه، حموضه والقرشه يعني. قرشه مثل ما يقولوا هم اللبنانيين يعني. قرشه يا زلمه. ضف لها زيت زيتون شوي. اوكي ونضيف. قول لي انا حاعطيك ايش بغيت. اوكي، في عندي اعشاب هنا يا عبد الله، اعشاب مشكله هذه. والله فكره حلوه. ايوه ملعقه صغيره. تفضل. بنحط الاعشاب. بناخذ فكره شيف عيسى، كمية قليلة. ما تضيف لها مثلا اللي هو الحبق مثل ما يسمونه، الريحان. الريحان شلون يقولوا حبق؟ الريحان فكرتي اني احطه فوق للزينة. كقارنش. ايوه كقارنش. وك لانه اذا حطيناه في السلطة شيف بيختفي. صحيح. بس نحطه فوق كذا فريشنس يعني. ممتاز. اساس الانتعاش. ايوه حلو. بنحط حلو. شوية فلفل اسود. فلفل اسود كمية قليلة. أيوة. جدا حلو. اوكي حلو، انت دقيق بلمساتك، هذا شوي هذا كذا. انا احط يلا خلص انا شي. انت تعرفني انا وش اشتغل. انا احب اشتغل في الفاين دايننج وهذه الشغلات. ما شاء الله عليك، وعشان كذا دقيق. ما شاء الله. ونحط كل المكونات، راح نحط كميه قليله للزينه. ممتاز ممتاز. راح نمكس بهذه الطريقة. كزبرة بقدونس. أنا قاعد أشوف هنا عندك جريب فروت وبرتقال. جريب فروت بنحطه مع شو اسمه كتزيين قصدك؟ أيوه بالضبط. ممتاز. نحط شوية تغيير، كسر اللون شوية لأنه ما في عندنا لون أخضر في السلطة. صحيح. الله، هذا صحنك أخوي عبد الله. انا بخليك هنا على الراحات، شيء انا بنتقل هالجهه. تفضل خذ راحتك. ايوه، مع الصحن الابيض والالوان الجميله هذه، الالوان كلها مبينه. ايوه، بس نحن ونقدم السلطه شيف. نعم. لان نحن حضرنا الكينوا. ايوه، فنريد نشرح شوي طريقه تحضير الكينوا. ايه تفضل. يعني يمكن تكون فكره جديده للمشاهدين. نعم تفضل. فالكينوا هي تنطبخ نفس الكسكس. صحيح. هي نوع من انواع البذور. صحيح. فتنطبخ نفس الكسكس، يعني الكسكس ينطبخ بالبخار ومع نعم. اضافه النكهه. اي نعم. الكينوا فينا نغليها لمده 10 ل 15 دقيقه. حلو.
اوكي، ومن بعد نصفيها بالمصفى. ايوه اوكي. في اكثر من طريقه يعني، اكثر نعم. من طريقه تعلمناها انها تنغلي مع شويه ملح. حلو. اوكي، وبعدين تتصفى بالمصفى. اوكي، ونخليها شوي لتنشف هي ومسكره. نعم. بتاخذ شوي بخار وبتفتح. نعم. مثل ما شايفين الحين. حلو. يفتح اللي هي هذه اللي. ايوه، لان هي عباره عن بذور. صحيح. ايوه، الحين نطلع الفيليه. الفيليه ما نريد هذا وش اسمه اللي هي البارتيشن، احنا نسميها البارتيشن. بالعربي اريده بالعربي الحين. اللي هي البيضه هذه اللي هي. أيوة. ماسكه ما نحن متعودين كل شغلنا بالانجليزي. بالانجليزي يا طويل العمر. الحين انا اريدك انت اخواننا ادخلوا على الجوجل ودوروا شو معنات البارتيشن بالعربي. اللي هي الفواصل هذه بين الشريحه والشريحه. اي نعم. حط عليه. انا اريد احط هذه هنا عشان نكسر. ممكن؟ لا، عشان نكسر نحط هذه هنا. شيء يا واد يا واد يا لعبك. انت من علمك هذا؟ الحين كيف طلع؟ حلو صراحه، حلو الالوان، حلوه متوازيه وهيلثي. عاد هناك انت عندك البستان هناك، عاد عيش اللي تبغاه، حلالك اخوي. هنا 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 شغلي انا دائما. ايوه، بنحط عليه شويه يعطي الالوان شوي. اوه، وانت جايب لي اشياء كثيره شيف. ايه، فعشان احيرك هذا يعني اقول لك مثل ما تريد تحيره خيره. الزعتر البري اللي هو التايم. ايه التايم. اي نعم. هذا بعد بيعطي الزعتر بيعطي اضافه جميله للسلطه. ممتاز. حلو. بيعطي حلو. اضافه حلو. جميله حلو. للسلطه. الله يا رباه يا رباه يا عبد الله. ما هذا؟ بنحط عليه شويه الدريسنج اللي باقي. حلو. يا حركاتك يا لعبك. ها شاهدين بعد 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 في ايش هناك؟ ايش هناك؟ حصلت شيء بعد. حصلت شيء. ها، بنحط بعد شويه طماطم كرزيه. معناته بخبي الحلقه القادمه، راح اخبي اشياء عشان ما تشوف شيء. بنحط شويه طماطم كرزيه عليه. اوكي، بيعطي لون حلو بعد. الله، جميل، طبق جميل عبد الله. تسلم الايادي، تسلم الايادي. الله يسلمك. وهاي كانت سلطه الكينوا. اخونا عبد الله ابدع في الصحن، عطى لمسات جميله جدا. هو يا عبد الله احنا رايحين نطلع فاصل قصير. تفضل شيف. وبعدين رايحين نرجع للطبق الرئيسي. فاصل الحين. قصير وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدينا. الحين جينا فقرة الوجبة الرئيسية. طبعا مثل ما انتم شايفين الطاولة عندنا ما شاء الله عامرة، في عندنا موزات، في عندنا جريش، في عندنا بصل كرات كرافس، انزين، بازيلا وكزبرة. خلونا نبدأ نشتغل على المكونات هذه، بس ايش بعد ما نستعرض عندكم المقادير. حياكم الله من جديد مشاهدينا. الحين انا راح ابدا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشه، راح ابدا اشتغل على الجريش. فانت اخوي عبد الله. انا بتبل الموزات. اها، وبشويها. ممتاز جدا. أوكي. يلا خلونا نبدا. بسم الله. عندنا هني كرات وكرافس وبصل وثوم. هو الجريش الجريش قريب هذا. قريب من الهريس. اي نعم، هو قريب من الهريس جدا يعني. انا بس استاذنك باخذ الزيت. تفضل. عندنا هني زيت زيتون، هذا البكر. مثل ما انتم شايفين الحين بنحمر
البصل الكرات والكرفس. طبعا احنا ننتبه لها ان ما تحترق، نعطيها لون جميل. الحين هنا تبلنا، حطينا أيوة. حطينا عليه اعشاب. ايش حطيت هنا يا اخوي عبد الله؟ حطيت عليه اعشاب، حطيت عليه فل، ملح، فلفل ابيض. ممتاز. انا دائما اللحوم ما احب اتبلها كثير، ولا انت ايش رايك؟ هو شوف يا طويل العمر، اذا بتشويها انا افضل عاده اني اتبلها قبل ما اشويها. هي طبعا تتبل قبل وتنحط لاقل شيء 24 ساعه. يعني على حسب اذا الشخص يعني على حسب مستعجل ولا ليله يعني. اي نعم. نعم ممتاز. بس انا دائما يعني اللحوم ما احب اتبلها كثير عشان ما تستطعم اللحم نفسه. نعم. بالضبط، عشان ما تغطي على طعم اللحم. على طعم اللحم. حلو، هني عندنا بصل كرات وكرافس قاعده تستوي. اوكي، نعطيها لون جميل جدا. اوكي، هني اخونا عبد الله راح ينزل الموزه هذه. اوه الله، ممتاز. طيب ايش رايك نغير المواقع؟ انا فكره حلوه. أوكي. انا كنت اريد اقول لك نفس الشيء. اوكي حلو ممتاز، احنا يعني ماشيين لان ايوه صح. لانه يحتاج له نار اقوى يعني. صحيح، حلو حلو اخوي عبد الله، ممتاز، منورنا والله اليوم. والله منور البرنامج دائما عبد الله. المشاهدين تعودوا عليك يعني كل سنه. الحمد لله بامانه يعني. شوف يا طويل العمر، طبعا الواحد بيسعى ويسعى يسعى للأفضل. حتى نحن لما بدينا نشتغل كنا مدمنين على البرنامج. بارك الله فيك. لما صار يوم جينا مع بعض. هو شوف يا طويل العمر، يعني لازم ان انتم كمان تظهرون على الشاشه. أكيد مو بس أكيد. كل يوم كل سنه عيسى اللمكي. اكيد بالضبط بالضبط. وانتم طبعا ما شاء الله عبد الله يعني ما هينين في هذا المجال ما شاء الله. انا اشوف صراحه يعني شغلك وكذا. صح احنا ما اشتغلنا مع بعض، ترى عبد الله يعني انا كبير، اكبر من عبد الله يمكن ب 20 سنه تقريبا. كبير. انا لما ملتقي فيك شيف التقينا في 2013 اتوقع. صحيح. ايوه بالضبط. انا ضفت، سامحني بس انا ضفت طبعا الحين الجريش. ايوه تفضل اخوي عبد الله. التقينا في 2013 كان اول لقاء. نعم صحيح. ايوه، فكنت انا تقريبا على 3-4 سنوات في المهنه بس. ما شاء الله عليك. من بعدها ما التقينا. انا مشكلتي رحال اخوي، متابعين بعض من بعد يعني. صحيح، انا رحال الحين. كيف هناك الموزه؟ الموزه قاعده تتحمر لون جميل. يبغى لها لون زياده شوي. اوكي، وبعدين راح ندخلها في الفرن. بندخلها على الفرن. حلو، بس يبغى لها شوي لون عشان تاخذ لون الشوي. حلو حلو، ممتاز ممتاز اخوي. كيف الجريش عندك شوي؟ الجريش والله يا طول العمر، الجريش وما ادراك ما الجريش. انا قاعد بس ريحه الجريش طالعه اكثر عن الموزه. ليش؟ لأن الأعشاب، السلري، الإكس، الثوم، اللي هي الكرات، الكرافس والثوم وشي، ومعطيها نكهة جدا جميلة. أنا هذه المكونات يمكن سمعت إيش أنا مسميها، أنا مسميها مجموعة عيسى القابضة. قوية. دائما أستخدمها هذه الأربع أشياء: بصل، كرات، كرافس، والثوم. هذه مجموعة عيسى القابضة. هذه هي أشياء أساسية طبعا. أشياء أساسية. أشياء أساسية فقط. إيه نعم. إنزين، أنا الحين حمص طبعا الجريش، راح اضيف عليها شويه بازيلا. ما عليك امر، ممكن بس المله هذه اجيبها هنا. ايوه، هذه مرقه اللحم ولا مرقه خضار ولا مرقه دجاج ولا هاي مرقه الخضار؟ طبعا حسب الرغبه المشاهدين. احنا تركنا الخيار ليهم هم. صار ندخلها في الفرن. اي نعم، بس نخليها شوي. خذيت لون كافي اتوقع. نعم. ولا وش رايك؟ افضل ان نزيدها شوي بعدين بندخل الفرن. زيدها اوكي. اي انا طبعا الجريش هذا راح اطبخه نفس طريقه الريزوتو. انا جالس اشوف، اريد اسالك الحين. نعم. نفس طريقه الريزوتو. نسيت انه في طريقه جديده يعني. اوكي، عشان شي قربت هاي المرق هنا عندي. طبعا احنا ضفنا هنا الاعشاب. اوكي، بعد ما حمصنا البصل الكرات والكرفس ضفنا لها شويه اعشاب. زين، بعد كذا حطينا الجريش وحمصناه وحطينا مرق الخضار ومعاها شويه بازلاء. على فكره احنا في المطبخ يعني في العاده في المطاعم او الفنادق احنا اصواتنا عاليه. إيه انت وما ادري شو اللي تمر
تدفر كذا ومع حياة المطبخ علمتني كيف نمزح كيف نضحك حلو. كيف نزعل من بعض ونرجع مرة ثانية؟ إيه نعم، بس هو كله في الشغل هذا. كله في الشغل. كله في الشغل. ما في شيء شخصي. الحمد لله. لأن ليش شيف؟ وأنت أدرى لأن نقضي أوقات في المطبخ أكثر ما نقضيها برا. صحيح. يعني 24 ساعة. نعم. يمكن من ال 24 ساعة 5 ساعات تروح تنام ترجع. صحيح. فعلاً. فعلاً. إنزين مشاهدينا مثل ما أنتم شايفين الحين إحنا رايحين ندخل الموزة هذه. في الفرن بعد كذا راح نرجع بعد الفاصل ونستعرض كل أطباقنا لليوم فاصل قصير وراجعين حياكم الله من جديد مشاهدينا طبعا مثل ما شفتوا قبل الفاصل احنا كنا مدخلين الموزة داخل الفرن وعملنا الجريش راحين نقدمه الحين بهالطريقه اخوي عبد الله ما عليك امر بس تختار لي ايش التزيين اللي راح نختم فيه الموزه هاي انا طبعا راح اضيف شويه هني لمسه جميله من الكزبر والبقدونس مع زيت الزيتون والاعشاب حطيت بقدونس راح نحط بقدونس شويه فوق اوكي مع شويه مع الثايم اللي هو الزعتر البري راح نحطه بهالطريقه اوكي جميل جميل الله الله تسلم الايادي اخوي عبد الله وهذا عصيرنا لليوم هذا عصيرنا لليوم وهاي سلطه الكينوا اللي عملها اخونا عبد الله نورتنا وشرفتنا اخوي عبد الله والله واسعدت المشاهدين البرنامج منور بوجودك شيخ الله يسلمك والحين مشاهدينا مثل ما انتم شفتوا عملنا عصيرنا لليوم عصيرنا كان عباره عن الكيوي مع العنب وأخونا عبد الله عمل سلطة الكينوا وزينها بهالطريقة عملنا احنا الجريش مع الموزات بالبازيلا ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقة مقبلة بإذن الله تقبلوا تحيات أسرة البرنامج عيسى اللمكي في أمان الله شكرا اخوي عبد الله شكرا شيخ ناخذ سيلفي